ستوب شعلوا لنا كلام بيه بالحمر الكل اتاد اليرت لازم ندخلوا فيها سلطه ومواطنين الناس الكل حط الانتخابات تاتو تمشي باللي هو بطبيعتها هيت هيت ثم ما اهم توا خبر كيري في اليوم في اول نهار قرايه تطيح روح ما بين التلامذه تلميذ في ليسي في مقرين يطعن تلميذ زميله ويقتله الله يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته والاخر زاده كيف كيف المجرم كيف كيف راهو عملناه ولا عديت عام كامل وانا نحكي على منسوب العنف الكبير اللي طلع لين وصل الى حد الجريمه والى حد القتل في كل المؤسسات التربويه راهو الليسي وتمشي وتصغر في العمر الكوليج واللي اصغر صار حتى في المدارس راهو وقت اللي عملناه وللطف عدينا عام ازرق بمنسوب العنف وعديد الجرائم اللي صارت نورمالمون بلاد تحترم نفسها كي توفى السنه الدراسيه نجيو في اخر العام نعملوا ان كونستا ان بيلون شنو هما الحاجات الاسباب اللي خلتنا نوصلوا للنتائج الكارثيه هذيك ما نعاودوش ندخلوا العام الدراسي من غير ما نعملوا الحاجه هذه خاطر فوالا هاكم ريتوا النهار الاولاني النهار الاولاني من المرسى الدين المقفو راهو مازال اللي باش يصير السنين اكثر من عمناه بألف مره شنو ما هما الحلول اللي لقيناها شنو هو اسكو تكونت ليجين اسكو تكونت دي سيلول دو كريز اسكو حاولنا نلقاو حلول ونشوفوا شنو هو الاسباب مدخلين ولاد الناس هكاك تزرعوهم في المكاتب وفي الكوليجيات وفي الليسيات باش يقتلوا في بعضهم علاش على خاطر مخاخهم مسمومه بالدروغ اللي قاعدين ياخذوا فيها مسمومه بمنسوب العنف اللي في البلاد ولا من حتى السلطه هي اللي قاعده تبروباجي فيه للناس واللي هو مسيب وحده في الشوارع مش شيء اللي نتفرجوا فيه وما هالمواقع التواصل الاجتماعي منسوب العنف اللي ولا فيها والف والف سبب واحد اخر كنتوا تنجم تعالجوه وتشوفوه تجيبوا اخصائيين نفسانيين سوسيولوجيين عبيد تفهم في البسيكولوجي متاع الصغار وتشركوا الاولياء وتشركوا الاساتذه وتشركوا الناس الكل باش ندخلوا على عام على القليله عندنا امبوكليي عندنا ارمور النجم نتحديو بها الشيء هذا اللي قاعد يجيبها في صغارنا وداخل لهم ينخر فيهم ما بينات بعضهم ما عملناهاش الشيء هذا تجي تحكي يقول لك انت الدوله تقول لك اي والله نحن نعولوا على دور الولي اي يا سيدي وكيل ولي ما يعملش دوره كيل ولي اللي انت عملت عليه هو ما يقومش بدوره شنو هو ذنب ولي قايم بدوره انه يجي تلميذ ها او بوه وامه ما قاموش بدورهم يقتلوا ولده راهو حاجات كيف من هذه ما تعولش فيها على وعي الاولياء وعلى دور الاولياء ما قاموش ما همش واعيين يا سيدي ما قاموش بدورهم اي نسيبوهم هكاك يسيبوا صغيرهم يبدا يقتل في ولاد الناس لازم الدوله هي لهنا اللي تتصرف الدوله هي اللي تلقى الحلول الدوله هي اللي تحمي السنه الدراسيه شنو واحد ولا يبعث صغاره للمكتب وللكوليج والليسي واحد شنو هو معناه يقلل لقنهم الشهاده قبل ما يخرجوا من الدار كارثه كبيره هذه راهي هذه اكبر كارثه اليوم راهو لو 6 سبتمبر يا ناس خبر كيف من هكا اليوم بالنسبه لي انا اكبر كارثه صارت اكبر كارثه صارت ولازم تتلقى حلول الحاجه هذه تصرفوا القوا حلول ومش مطالب انا كمواطن شق حل انتوما الدوله تخلصوا فهمتني ولا من الكونتريبيوابل نتاع الشعب باش انتوما تلقاو الحلول باش انتوما تلقاو الحلول حطوا عساسه بارتو حطوا دورات امنيه دوريات امنيه تدور هذا ما يكفيش باش يكون في المعاهد الكل والمدارس الكل الكوليجيات الكل عملوا حملات توعويه عملوا ديسبوت عملوا اي حاجه لازم تلقاو حل ولاد الناس هذه الاجيال اللي تشد من بعض نحن سي بون انا قاعدين نعيشوا في الهم اما صغيرك زيادة على الاقل اللي انت قاعد تسيبي الهم وتقول برا برك على خاطر صغيري وتولي صغيرك تبعث في المدرسه ما تعرفش عليه يروح لك ولا ما يروح لكش زيادة سامحني لانيه عاد سامحني كان ما نهزوش يدينا ونخفوا الكل ونحاولوا نلقاو حل سامحني